حلوه. الناس كتيره بتفتكر انها موسيقى عنيفه ووحشه عشان فيها عنف كتير، بس لو رحت مع كويس هلاقي فيها فن كتير قوي في النص. او احنا مش مغلطين بمزاجنا يعني. يعني اللي حصل كان حصل من كذا سنه حوارات عضه الشيطان وكده، دخل خلى ناس كتير قوي تقلق انها تسمع حصل الموسيقى دي. عنفها زي عنف بالظبط السيمفوني وزي عنف الجامبر والحاجات دي كلها. يعني بس الفكره الناس هنا اصلا الميوزك بالنسبه لهم مش حاجه مهمه. يعني هو لو درسوا مزيكا هيدرسوا او مثلا حاجات باخ او فيفالدي، في حاجات تكاد بجد عنيفه جدا. الناس معظم بتاع المثل يعني، بس هم عشان الناس مش بيدرسوا مزيكا، والميوزك هنا مش ماده اساسيه اصلا كدراسه، فبيسمع بس اخرهم اللي بيطلعوا في المحطات يترقصوا بس. ده تيشيرت مش لبس غريب ولا حاجه، دي اول حاجه تيشيرت عليه صوره بتاعت البوم بتاع باند انا بحبه. بس هي الفكره كلها ان هو اكيد واحد مثلا بيتكلم عن الحروب وما اعرفش ايه وبتاع، مش هرسم لك ورد على التيشيرت، فاهم قصدي؟ يعني انا بتكلم على حاجه حرجه قوي، حاجه فيها عنف، وحاجه مثلا بتتكلم عن حرب او بتتكلم مثلا عن مجاعه او حد مثلا في حرب معينه عمل حرق ناس وحاجات كده. اكيد مش هنعمل الالبوم عليه قلب مثلا، فاهم قصدي؟ للاسف في ناس كتير جدا مش فاهمين هما بيسمعوا ايه، بالذات في مصر يعني. بره بصي الميوزيشنز بيبقوا فاهمين، يعني الناس اللي عندهم باند كده، عندي صحابي كتير الميوزيشنز بيبقوا فاهمين هما بيتكلموا عن ايه. بس في ناس كتيره جدا من الفان بتبقى زي بقول زي فاشن او ترند للاسف. اهلا بيكم مره ثانيه في 90 دقيقه، وداخلين على شباب الهيفي ميتال. الهيفي ميتال، وفي دلوقتي اكستريم ميتال. الهيفي ميتال كنت عايزه اقول يعني لولا ان الاذواق بتختلف لدارت الموسيقى، يمكن في ناس كتير ما تتذوقش الهيفي ميتال او الهارد روك او النوع ده من الموسيقى. حتى بقابل ناس بيسمعوا تكنو وترانس بس ما يعجبهمش الهيفي ميتال. وفي ناس بتربط بين الهيفي ميتال وعبده الشيطان. صح. الفكره دي ولو انها مش صحيحه ابدا، لكن ده ما يمنعش ان معظم الهيفي ميتال بيتكلم عامه، او غير ان تكون الموسيقى شويه صاخبه، لكن الاغاني بتتكلم في معظمها عن ممكن موضوعات هدامه، عن حروب، عن عنف. لكن القائمين على الموسيقى دي او الموسيقيين بيقولوا انهم بيربطوا بين هذه الموضوعات وكمان الصداقه والعيشه والحياه في المجتمع. عمرها ما بتتناول الحب بالمناسبه، يعني الحب بالذات بيعتبروه ضعف. ده اللي انا معلوماتي عنه يعني، فيمكن هو ده اللي مخوف الناس، وفي ثقافة شك كده من الموضوع ده، ان ممكن يكون دخيل زي ما الناس بتقول مش زي ما انا بقول. انا ما عنديش مشكلة اسمع لو جبت لي ما اعرفش ايه، بس دخيل على وهويتنا. هي موسيقى غربية في مصر من يتذوقها بكل بساطة. صحيح. فعايزين نعرف بس من الشباب المصري اذا كنا احنا مش قادرين نتذوق الهيفي ميتال، ليه هم بيتذوقوه؟ ليه بيحبوه؟ ايه هو بالظبط؟ وايه الفرق بينه وبين موسيقى عبدة الشيطان وما الى ذلك؟ برحب بوائل وعمر مصطفى ووائل عباس، اهلا بيكم. وائل، ايه الكلام اللي احنا قلناه ده، صح ولا كله غلط ولا ايه؟ لا، هو انا بس عندي تحفظ على حته ان هو موسيقى بتدعو لحاجات هدامه او كلها بتتكلم عن العنف او كده.
يعني هي موسيقى الروك تحديدا، يعني عايز اعمم بقى، مش الهيفي ميتال كجزء صغير او جزء من موسيقى الروك عموما، بتتكلم عن حاجات كتيره جدا، بتتكلم عن كل حاجه، بتتكلم عن السياسه، بتتكلم عن الدين، بتتكلم عن الحياه الاجتماعيه، بتتكلم عن الحب، في اغاني بتتكلم عن الحب. بس الفاست روك فيه حب، الهيفي ميتال ما فيه حب، ممكن يكون فيه بيتكلم عن عواطف بشكل عام، يعني عن حب حد لبلده، عن حب حد لشيء معين او لفلسفه ما، او يعني الموضوع انه الموضوع مش متحجم بحاجات معينه، مش متحجم بمواضيع معينه، حتى يعني بيقولوا ان في اغاني بتتكلم عن الحرب والكلام ده، انت الاغاني اللي بتتكلم عن الحرب دي بتنتقدها، مش بتتكلم انها الحرب دي حاجه كويسه او العنف ده حاجه كويسه. يعني كان عندك في اوائل السبعينات كان في فريق بلاك سابث كان بينتقد حرب فيتنام وبينتقد الجنرالات الامريكيين والعنف اللي بيمارسوه مع الناس في فيتنام وكلام من ده. مش واحد عليك انك انت لابس اي حاجه، يعني مثلا تعال نكون دلوقتي الوضع ان عمر موجود، عمر مصطفى، وهو من احد مستمعي الماتم، مظبوط؟ واضح ان انت مظهرك يا عمر انك انت خارم حواجبك وعامل عندك خواتم بشكل معين، يعني انت ليك مظهر مش عارف، حاسس لما ببص لك كده ان انا كاني بتفرج على الدش، يعني كاني بتفرج على اللي بيسموها العولمه، يعني ان انت عندك ثقافه، كانك مثلا كانك مش مصري. انت اخترت انك انت تبقى التوارم الفكري ده او الذوق ده، بس محافظ على يعني مش لابس التيشيرتات السوداء. من الجيل القديم شويه، يعني انا انا من جيل يسبق جيل عمر مثلا ب 10 سنين ولا حاجه، يعني انا جيل فتره التسعينات. انت جيل راحت عليه يعني. يا راجل خليك في ام كلثوم وفريد الاطرش. عمر انت عايز اعرف انت دخلت في الموضوع ده بسبب ايه؟ مش بخاف حاجة، أنا بحب المزيكا، أنا بحب الجيتار وبحب المزيكا دي، استهوتني يعني نوع من المزيكا عجبني، وشكلي مش لازم يكون لي علاقة أوي يعني بالموضوع. وبعدين أنا حد بعتبر إن كل حاجة بتاعت كل الناس، يعني مفيش حاجة بتاعت عشان هي طلعت في مكان غير مصر يبقى المصريين ما يسمعوهاش، أو حاجة المفروض إن يعني لبس معين أصلا طلع في مكان فالمفروض إن بقيت البلاد ما تلبسش اللبس ده وما تسمعش المزيكا. انت ذوقك راح لكده اه، مش انك بتقلد يعني، لا خالص. طب انت مش عارف يعني، معلش، انت بالمظهر بتاعك ده سواء خرم الحواجب او الخواتم اللي انت لابسها في ايدك، طبعا انت هترد عليا تقول دي حريه شخصيه، بس انا لا، هي طبعا حريه شخصيه، بس انت احكي ازاي، هل بيقبلك المجتمع لما بتتحرك في اي حته جوه القاهره؟ يعني هو بقى يعني عامة عندنا في مصر مفيش تقبل للآخر مهما كان، يعني أي مش أنا بالذات، لكن أي حد ما بيتقبلش أي حد غيره، يعني أي حد ثقافته مختلفة، أي حد طريقة تفكيره مختلفة، الموضوع ده صعب شوية، موضوع تقبل الآخر. فزي ما أنا مع الناس ما بتتقبلنيش أحيانا، يعني مش كل الناس طبعا، ففي ناس كتير ممكن شكلهم عادي برضه الناس ما بتتقبلهمش، يعني انه لو في اي اختلاف قصدك ممكن الناس ما تتقبلش، تعترض على اي اختلاف، مش ما يختلف مش عليا انا بالذات. طب هرجع للهيفي ميتال بقى، مش حاسس يعني وائل قال لا مش شرط ان الموضوعات تبقى حروب او موضوعات فيها عنف او كده، بس انا يعني انا بسمع لما بسمع هيفي ميتال وانا حتى ما بركزش في الكلام او ما بركزش قوي في الاغنيه، بتديني احساس شويه بالعنف، فيها صخب، فيها مركزه، يمكن عشان انت مش واخد عليها. لا خالص، لا يمكن عشان انت مش واخد عليها، بس اي حد مش واخد على حاجه بتبقى صعب عليه في الاول، بالذات ان المزيكا ممكن تكون تقيله شويه، بس هي بس ما ينفعش ننكر برضو يعني معظم المغنيين او الفرق اللي بتغني هذه ميتال حتى في اللوجو بتاعها وفي اسمها وفي كلمات الاغاني بتاعتها فيها نوع من العنف حتى لو بتنتقده، لكن فيها عنف اكتر من الاغاني الصفت العاديه. يعني يمكن عشان هم مش سطحيين، الناس المزيكا مش سطحيه بالمره، كل الاغاني بتتكلم عن موضوعات، يعني كل حاجه بيبقى ليها فلسفه معينه او فكره عايزين يوصلوها قضيه يعني. وبالنسبه لموضوع اللوجوز والبوسترز وكده، في حاجه اسمها دارك ارت، يعني ده اوريدي يعني ارت موجود، جرافيك والدارك ارت ده ارت موجود في العالم كله يعني. فهو مرتبط شويه بالمزيكا، بيربطوكوا بالتبرد على المجتمع. هل انت متمرد على المجتمع، يعني مش عاجبك المجتمع، واذا كان
المجتمع مش عاجبك، عايز اعرف هو ايه اللي مش عاجبك بالتحديد يعني؟ حاجات كتير مش عجباني اكيد يعني. يعني انت بتعتبر بتلاصق مع الناس بتقول ان انتوا تعتبروا فئه من الشباب متمرد على المجتمع؟ بتلاقي في المزيكا المثل ان دي بتساعدك على انك انت تعيش في شكل منعزل عن المجتمع اللي انت المفروض ترفضه؟ انا مش منعزل تماما عن المجتمع. انا جوه المجتمع يعني، ما عنديش ازمه خالص تعامل مع اي حد من اي نوع، ما يعني مش منعزل خالص، والمزيكا ما بتعزلنيش. انت مندمج تماما في المجتمع. بتتضايق لو حد رفضك حتى من ناحيه الشكل، او لو عارف ان انت مثلا بتسمع هذه مثل كتير. ممكن كنت بتضايق الاول لكن دلوقتي خلاص عودت يعني. نعم. ممكن كنت بتضايق الاول لكن دلوقتي خلاص عودت يعني. تعمل ايه يعني؟ بترد ازاي؟ بتتعامل معاه ازاي؟ بتتنرفز ولا بتتضايق ولا؟ لا انا بصري اصلا مش عصبي، فما بتنرفزش يعني. احنا في موضوع باي نفسي اعرف الشباب اللي قاعدين معانا دول النهارده بيفكروا ازاي في اللي بيحصل في الساحه السياسيه في مصر. فاولا هل انتوا يعني، نبدا بوائل، انا عارف انك انت عندك موقع على الانترنت وانت من المدونين صدفناك قبل كده لما كان عندك مشكله وكانوا بينك وبين وزاره الداخليه جهات التعذيب. النادي الكبير. طب انت يعني انت نموذج مختلف هي عن عمر، بس يمكن انت ليك في السياسه شويه. شايف عمر برضه ليه في السياسه على فكره؟ هنعرف رايه سياسيا هنعرف يعني. انا ممكن اكون كنت ملبس زيه برضه زمان في الفتره دي، بس على ما كانش لسه البيرسنج طلع موضه، لكن كانت الناس بتلبس برضه حلقان، كانت الناس بتطول شعرها، كانت الناس بتعمل تاتوز على جسمها. انا ما كنتش بعمل الكلام ده. يعني ممكن اكون كنت بلبس اسود بس. انا كنت بلبس ده عشان انا بحب اللون الاسود. بس انت ما تحبش تلبس حلق او تعمل حاجه في حواجبك او كده؟ انا شخصيا لا يعني. بس كان في ناس بتحب تعمل كده. كانت بتكسف منها ولا لا؟ يعني انا مش شايفها هتخليني احلى يعني، او مش شايفها ان هي فيها حاجه مفيده ليا عشان اعملها، او يعني مش مستثيرها يعني. بس لما تقف مع جماعه اللي بيستمتعوا بموسيقى المثل، مش بتحس انك انت عامل زي ضابه كده بالنسبه لهم؟ لا لا، هو في لازم تجاريهم. يعني انا لما كنت بحضر الحفلات دي كان الناس كلها في عمري، وبعدين دلوقتي الحفلات اللي بتتعمل دلوقتي فيها ناس برضه من سني يعني، مش كلها شباب صغير. بتعني لك ايه التعديلات الدستوريه؟ التعديلات الدستوريه بتعني لي مزيد من القمع للحريات، خصوصا البنود الخاصه بالارهاب، لان دي ببساطه بتدمج قانون الطوارئ وبتخليه ابدي مؤبد في مصر، علشان بعد كده انت لما تيجي تطعن على شرعيه حكم او على شرعيه حبس حد او كلام من ده، هيقول لك لا ده دستوري، ده الدستور نفسه بيقول الكلام ده. يعني عايز اقول لك مثلا حاجه، يعني الراجل اللي كان قاعد هنا وابنه ده، الولد ده، هل كان ممكن يقبض عليه وهو عنده 14 سنه ويتاخد من الشارع وهو معاه اخته الصغيره من غير ما يتقال له انت رايح فين، ولا احنا الضباط مين، ولا احنا تبع ايه، ولا احنا واخدينك ليه؟ ويتاخد ويتعرض بهذا الشكل المهين على حد ممكن يكون متهم بحاجه او كلام. لسه ما سمعناش وجهه نظر الشرطه في الموضوع، فما نقدرش نقصد من النتائج. بس الحاجات دي بتتعمل باستمرار، ان حد يتاخد من الشارع من غير ما يعرف هو متهم بايه، والظباط ما بيقولوش احنا مين واحنا عايزينك في ايه، وبيسيبه. فهذا النوع من الممارسه يعني موجود بسبب قانون الطوارئ. لان هو غير قانوني. فانت رافض التعديلات الدستوريه. التعديلات الدستوريه دي هتخليه قانوني ودستوري كمان. فانت رافضها. بتتبع. بس صارت الطوارئ زي ما البعض بيقول. بالظبط كده. طيب عمر، اولا انت هتروح هتدي صوتك في الاستفتاء؟ هتدي بصوتك؟ هتقول ايه؟ ولا مش عايز؟ هتقول لا. اكيد طبعا هقول لا. يعني احنا اصلا مش مستحملين قانون الطوارئ. انا يعني مش عارف انا همشي في الشارع ازاي بصراحه بعد ما يحصل قانون الارهاب. انت قانون الطوارئ اثر عليك شخصيا في اي شيء؟ كتير. انا كتير طبعا. ازاي؟ طبعا لما واحد يوقفني انا ما اعرفش مين ده، حتى لو هو حاولت اقول له مثلا اثبت لي انت مين او تشتغل ايه، بيقول لي انا باحث وخلاص كده. انا باحث وهو بقى من حقه يعني كده اللي هو عايزه. ده يعني انتوا الاثنين اعتراضكم على الماده 179 اللي هي القانون مكافحه الارهاب. بالظبط. لكن بقيه المواد يمكن ما تعنيش اي شيء ليكم. ما تعنيش، يعني الاهم عندي الحريات. يعني انا ابقى واخد حرياتي يعني، مش يتقبض عليا من غير سبب، لان الظابط مش عاجبه شكلي مثلا.
يعني ظاهر من حقه يعتسم، من حقه يعبر عن رأيه، من حقه رأيه مخالف لرأي النظام. فكل ده المادة دي هتمشي كل ده تماما. أنا هي مش عايزة فوت الفرصة قبل أسأل عمر عن منظر ما شفناه في التغطية اللي شفناها من شوية، كان في شباب كده بيعمل حالة يعني بيعملوا ايه بيضربوا بعض ولا يعني ولا ده طقوس من الطقوس بتاعت طقس من الطقوس ولا طقوس دي رقصه هو الهادي مثل ليه طقوس اصلا هو مثل مش بيعمل عشان طقوس طب ليه اكسسوارات معينه بتلبسوها يعني في اكسسوارات بس ممكن اي حد يلبسها ولا بتتباع في كل حته يعني زي ايه لا يعني هو الاساس زي الفرق اللي بتثبت البوش لما تكون رايحه الابرة زي الجزمه المكعبه زي الجناجم وزي زي الجمجمه وزي الدم هو ده الاشياء اللي لازم تلبسها على التيشيرت بتاعتك لا على فكره مش لازم وبعدين الحاجات اللي بيبقى فيها جناجم مثلا ممكن ده يكون بوستر لالبوم ممكن يكون يعني حاجه تبع باند معين مثلا بوستر لالبوم فده كدارك ارت ليه معنى مش حاجه كده لمجرد ان هو في دم او مجرد ان هو في جمجمة يعني عمر انت حضرت اكيد حفلات كتير هذه متر في مصر قد ايه تقريبا لا مش فاكر بس كتير حصلت حوادث في الحفلات دي خناقات جامدة قتل في اي نوع من الحوادث يعني على فكرة دي مزيكا مش حرب مش خناقة او مش مصارعة حرب انا بسألك لانه في ناس لغاية دلوقتي شايفة بتربط تماما بين عبدة الشيطان والهافي متر و يعني مش مصدقين ان في بسبب الاعلام وبسبب سياسه معينه كانت متخذها وزاره الداخليه في فتره من الاوقات وكانت الوزاره في الفتره دي بتعتمد على الدعايه والبروباجندا والفرقعه الاعلاميه والكلام ده وده ثبت ان هو اي كلام لان النائب العام نفسه قال على الموضوع ده ان هو موضوع في شينك ومفيش حاجه والناس كلها اتثابت يعني وما حصلش اي حاجه عايز يعني بدون قطع كلامك يعني عايز اسال عمر وعايز اسالك بعد كده عشان انا النهارده مهتم قوي بمعرفه ايه اللي بيدور في اذهان الشباب بتشوف نفسك بعد 10 سنين من دلوقتي عايز تشوف نفسك فين؟ عايز اشوف نفسي فين؟ عايز اشوف نفسي في مصر عايش مبسوط ومرتاح ومش متقيد حريتي واشتغل الشغلانه اللي بحبها انا جرافيك ديزاينر يعني انا نفسي عايش مبسوط عايز حضرتك دلوقتي متقيده في ايه؟ حقيقة ان انا مش قادر اقول رايي ان انا بعد الساعه 12 بالليل ببقى قلقان امشي في الشارع تمام يا ريت بقى قلقان هو بيشارك في مظاهره مش عارف هيتقبض عليه ولا لا او يتقبض لو اتقبض عليه بيتقبض عليه ليه وبيتاخد تحري في الشارع يعني وبعد مش قادر يعبر عن رايه السياسي مش قادر يعبر على اعتراضه على سياسه معينه انت بتجاوب بالنيابه عنه مش كده انت المتحدث السياسي لا يعني انا انا نفسي لما 21 واحد يتقبض عليهم مثلا من كام يوم عشان هم بيتظاهروا ده حق يعني التظاهر ده حق طبيعي لكل الناس في كل حته في العالم تمام ومفروض حتى في العالم لازم ترخيص على طول معلش ما هو يعني انت معلش يعني اجي لك بعد كده اقول لك عايز ترخيص للمزارع تجيبي لي فتجيبي لي ولا هيدوني ترخيص هتقولي لي قانون الطوارئ ما ينفعش عايز تشوف نفسك ازاي بعد 10 سنين يعني برضه نفس الكلام اللي هو قاله في الاول انا عايز اشوف نفسي مرتاح متجوز بشتغل في وظيفه كويسه ليا حريه ان انا اعبر عن رايي ليا حريه ان انا اتكلم ليه حرية ان انا امشي في بلدي براحتي ما فيش حد يستوقفني ما فيش حد يقول لي انت بتعمل ايه ورايح فين ليه حق ان انا لو اعترضت على حاجه ان انا اتظاهر ان انا اعتصم ان انا اعمل اضراب ان انا اعمل يعني كل يعني كل الحاجات اللي بتدخلها الحريات لكل الناس في الدول المتقدمه او الدول اللي هي بتحترم حريه حريه الانسان حقوق الانسان تمام طيب بنشكركم وان شاء الله تكونوا وضحتوا كل اللي انتوا عايزين تقولوه وان شاء الله راي الناس كمان وصوره الناس الصوره الذهنيه دايما عن الهافي متل واي حد بيسمع هافي متل انه كذا وكذا 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 دي تتغير لان احنا شفنا حتى في التقرير نماذج كتير فيعني مش يعني ما نحكمش قوي بالشكل ولا ايه؟ لا مفيش حاجه كل واحد يعمل اللي هو الناس مش فاهماها او بيعيش هي حاجه غريبه وجديده ويعني الناس مش فاهمه الموضوع ده بس انت لو بصيتها زي اي نوع من الموسيقى هتلاقي السخت الشرقي عندك مثلا في عود الهيفي ميتال في ليد جيتار عندك كمانجات في ريزم جيتار عندك كونتر باس الهيفي ميتال في جيتار البيز
حلو على اي حال. في حاليا بانز بتلعب حاجه اسمها اورينتال روك واورينتال ميتال، بتلعب ميتال في شرقي يهود وفي انون وفي فيوجن بين الالات الشرقيه والغربيه. يعني يعني شادي مبسوطين ان احنا تعرفنا على افكاركم وكل اللي انتم عايزينه. بعد كده متشكرين جدا، شكرا وائل، شكرا عمر. وعندنا ايه بعد كده؟ احنا بعد كده الحقيقه بنكمل مع الشباب 90 دقيقه النهارده، مركز جدا على الشباب. قبل ما ننتقل للفاصل اللي جاي عايزين نشكر ناميس عرنوس، هي الحقيقه اللي عدت لنا الفقره بتاعه الهيفي ميتال وجابت لنا الشباب دول، قعدوا معانا 90 دقيقه، بنشكرها جدا على المجهود بتاعها. بعد الفاصل هنلتقي مع نموذج لمصريه شابه مهندسه بتحلم انها تغير الموسيقى الى تصميم معماري، تيجي ازاي دي؟ هنعرف منها بعد الفاصل.